هذا جزء من إعلان نشر في تونس لتشجيع المواطنين هناك على التصويت، ونال جوائز عالمية في مهرجانات متنوعة أبرزها مهرجان كان. وهذا الإعلان بكل فخر صناعة لبنانية، فكرة وإنتاج شركة ميمك أوغلفي. إعلان آخر حصد نجاحا وتكريمات عالمية خصص للعمال الأجانب في دبي والإمارات العربية، وهو أيضا من إبداعات الشركة المذكورة. وكل هذا إلى جانب إعلانات أخرى، إذا ما دل على شيء يدل على الريادة والتألق اللبناني الدائم. اللي حقق ليه بصراحة ما بعمره تحقق بالعالم العربي من قبل، أن شركة عربية توقف وتاخد ثلاثة لعب بكان، ما بعمره صارت. ونفس الشيء صار بكليو بنيويورك. كليو كمان من أهم الجوائز العالمية، اللي أخذنا الجرون بري، ما بينعطى إلا ثلاثة جرون بري بالسنة، أخذنا واحدة منهم، أخذنا 2 جولد 2 سيلفر، وربحنا كمان بتابد، وربحنا بالأبيكا، وربحنا باللندن شو، مضل محل ما أخذنا جوائز السنة. اللبناني الحمد لله كونه بيشتغل وبيحب يعرق، بيحب يبدع، ما بدي أقول سيطر على هالإعلانات بالعالم العربي، بس ما زال له دور كتير مهم فيها. أبدعنا فيها وكل الشركات العالمية مع مدراء الأول اللبنانية والأبداعية اللبنانية. مطران الذي يقول إنه يسعى لترسيخ قناعة لدى الشركات الإقليمية والعالمية بأن كل ما يحتاجونه لإعلان ناجح موجود لدى اللبنانيين، يؤكد أنه لا ينظر دوما لأن يكون الأول، لأن في المنافسة ربحا للجميع ومزيدا من الأفكار والإبداع، والأهم مردودا إيجابيا على الوطن.